عقوبات اتحاد الكرة ولجنة المسابقات الهزلية ضد حسين الشحات في واقعة تعديها على محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالسب والضرب، والعقوبات هي 20,000 جنيه وإيقاف مباراتين. هذه العقوبة اضطرت إلى نادي بيراميدز يقوم برفع قضية، وذلك لأخذ حق محمد الشيبي بالقانون، والذي يصل إلى 2 سنين سجن. حيث كشفت تقارير صحفية مغربية تطورات جديدة بشأن أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي المصري مع اللاعب المغربي محمد الشيبي ظهير نادي بيراميدز، والتي نشبت بينهما عقب مباراة الفريقين بالدوري المصري. ودخل الشحات في مشادة مع الشيبي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة بالدوري المصري، حيث وصل الأمر لتعدي لاعب النادي الأهلي على المغربي بالضرب والسب والقذف. وذكر موقع البطولة المغربي أن النيابة العامة المصرية قابلت شكوى محمد الشيبي ضد حسين الشحات، حيث من المنتظر أن يمثل أمام النائب العام الأسبوع المقبل. وأوضح الموقع المغربي أنه من المنتظر أن يتم الاستماع إلى أقوال حسين الشحات فيما هو منسوب إليه من تهم وجهها له محمد الشيبي. وكان الصحفي المغربي أنور شقير كتب في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مهدد بالسجن من 1 إلى 2 سنين. وتابع: وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 85 من قانون التربية البدنية المصري، بعد الشكوى التي تقدم بها اللاعب المغربي محمد الشيبي لدى النائب العام المصري. واختتم كلامه: بعدما فوضت إدارة النادي بيراميدز مكتب محاماة مكون من 6 محامين من أجل الترافع والدفاع عن حق اللاعب المغربي.